عندي 26 سنة، ساكنة في دار السلام. كنت بدرس في معهد فني صناعي، وكنت هكمل كلية هندسة بس محصلش نصيب يعني، فقررت ان انا اكمل في مشروعي اللي انا شغالة فيه بقالي 5 سنين. تعبت من الشغل عند الناس، تعبت من التحكمات بتاعت المصانع او المحلات او الشركات عامة اللي انا اشتغلت فيها، فبدات ان انا احط في دماغي ان انا عايزه اعمل الحاجه دي لوحدي، ان انا طب فيها ايه لما انا ما بقاش شغاله عند حد واعمل المشروع ده لنفسي. في 2019 كانت اختي الصغيره شغاله في المجال ده في التجمع الخامس، اقترحت عليا ان انا انزل في المجال واجرب الشغل على العربيات، بس كنت برفض يعني، كنت بتحرج من وقفه الشارع او التعامل مع الناس في الشارع. فنزلت وجربت وحبيت الموضوع جدا، لقيت المعامله مع الناس، يمكن هناك الناس يعني لطيفه في المعامله وكويسه جدا في المعامله، حببتني في الحاجه، حببتني في المجال، فقررت ان انا اكمل في المجال ده. انا خدتها هوايه ان انا احط دماغي في الحاجه دي، وفعلا حطيت دماغي في المجال واشتغلت وتعلمت وعلمت ناس كتيره، وخليت الناس كتيره فتحت المجال دوت، لحد ما قررت ان انا اعمل الحاجه دي لوحدي. ابتديت ان انا جبت العربيه، جبتها قسط، كل شهر مثلا بعمل مبلغ بدفعه للعربيه لحد ما خلصت قسطها وكتبتها ان هي بقت بتاعتي. اول عربيه قهوه هنا في الهرم، كانش في حاجه اسمها عربيه قهوه، ما كانش حد يعرف المجال ده او المشروع ده. الناس بقى بدات تعرف اسمي، الشباب وهي ماشيه تنادي عليا بصوت عالي، وهم ماشيين يا بتاعت القهوه يا هوجيه، بيقولوا لي كلام كان بيضايقني. بس بعد كده بقى لما الوضع اختلف والناس خدت عليا وبقت تشوفني مره واثنين وثلاثه، بقوا يرجعوا ان هم بنفسهم ان هم يتاسفوا. المشروع بدا ينتشر، بدا تقف عليه بنات، تقف عليه شباب، فخلاص بقى شافوه بقى حاجه عاديه يعني. الشغل دوت ما فيهوش بنت وما فيهوش ولد، احنا بنشتغل في محل الولد بيشتغل في محل، احنا بنشتغل في مصنع الولد بيشتغل في مصنع، بنشتغل في المجال ده الولد بيشتغل في المجال ده، ويمكن احنا احسن برضو من الولاد في المجالات دي. انا اللي حابه اشيل مسؤوليه نفسي، مش حابه بابايا يشيل مسؤوليتي، فهو الحمد لله مش مخليني محتاجه اي حاجه، بس انا من صغري وانا اعتمدت على نفسي، انا اللي هعمل لنفسي وانا اللي هجيب لنفسي، فان انا عملت الحاجه دي عشان انا اقدر اجهز نفسي ان انا اقدر اجيب الحاجه اللي انا محتاجاها. بنات وشباب قاعدين في بيوتهم، انزلوا ودوروا على شغل وسعوا. هتواجهكم صعوبات كتيره ومشاكل كتيره وناس كتير هتكلمكم باسلوب مش حلو وبطريقه مش حلوه، بس ربنا بعد كده هيكرمكم عشان انتوا نازلين وبتدوروا وبتسعوا في الحاجه اللي انتوا عايزينها. هو امنيه حياتي ان انا افتح مكان صغير ان شاء الله يعني.